إذا طلب مني شخص أن أشتري له سلعة وقمت بالبحث عنها ووجدت سعرها 100 ريال، فهل يجوز لي أن أخبره أنها ب120 حتى أستفيد أنا من العشرين؟ إذا كان هذا يشتري منك على أنك بائع، فهنا لا يجوز لك أن تعقد معه حتى تملك السلعة. هو ليس بائعا، هو يبحث، هو قال أريد مثلا أن تشتري لي قلما من الإنترنت، ووجده ب10 ريالات فقط. إذا كان وكيلا فلا يجوز له أن يأخذ زيادة على ما طلب منه أو وكل في شرائه. أما إذا كان وسيطا، إذا كان وسيطا بمعنى أنه يمتهن هذه العمل ويعرف أنه يأخذ نسبة على عمله، فهنا يبين السعر ويبين ما يستفيده بالبيع. ما الفرق بين كونه وكيلا وكون وكيلا؟ يكون وكيلا على وجه إما الوكالة المجانية أو يأخذ مقابل، بمعنى أنه أنا وكلتك تشتري لي من السوق كذا وكذا، فالآن أنت إما أن تكون متبرعا فأنت وكيل لا يجوز أن تأخذ شيئا، وإما أن تكون وكيلا بأجر فلا يجوز أن تأخذ أكثر من أجرك بالزيادة في سعر السلعة. أما إذا كان غير وكيل بأنه بمعنى أنه سمسار يذهب ويبحث عن السلعة ويخبر بها، فهنا لا بد أن يخبر بالسعر الحقيقي حتى لا يكون ذلك تضليلا للرجل، فيقال ترى وجدتها بكذا وأنا أحضرها لك بكذا. فأما أن يشتري أن يحضرها بمبلغ ويزيد عليه ويظهر أنه محسن ما أخذ مقابل هذه الوساطة شيئا، فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم.